لازم تحصل مصيبة يمكن نفوت. ويستمر نزيف الأسفلت، أتوبيس مدرسة وولاد صغيرين دمهم في رقبة. بعض الشهود بيقول بيقولوا إن سواء الأتوبيس هو اللي غلطان وأيا كان مين اللي غلطان، ولادنا ذنبهم إيه؟ أيا كان نكلم مين؟ نحاسب مين؟ يا بنتي بطلي هبل، هو أنا لما أقول له ثانك يو كده بكرش عليه؟ هو أنت فاكراني مش عارفاكي يا بنتي؟ ده أنا بعرفك من نبرة صوتك. You're crazy by the way. مبسوطة انتي من الوضع ده؟ تعالي اقفلي، انا عايزة اخلص السيزن ده قبل ما انام. ايه ده سيزن ايه؟ مسلسل تحفة. اوكي على العموم انا بس قلت اقولك اني افشاكي. غوري يا تاتو، باي. كايلا I'm so hungry. مش هتستني عشان تتعشى مع ضيوف؟ فكك هاكل هنا، ولو حد سألك انا نمت. انا ايه؟ انتي نايم. ويل الزفت ده يوطي صوت الميوزك بدل ما اروح اقفلها له. زفت. مستر كريم، ميس عادي بتقول لك وطي صوت ميوزك شويه. يا حياه يا وليد، مش تستني بابا واخوكي؟ جعانه. خلصتي مذاكرتك يا ماما؟ يا حبيبتي السؤال ده مش منطقي، وكل مره بقولك كده مفيش حاجه اسمها مذاكره بتخلص، انا كل شغلي ريسيرشز. ايوه ما انا عشان كده يا حبيبتي بسالك عشان تفتكري اجابتك كل مره. ماما انا بكره مش راجعه بالباص. ليه؟ انا وريما نتغدى بره وبابا هيبعت لنا السواق. ايوه بس بكره مش ويكند يعني عشان تعملي كده. ماما مزاجها وحش. ايوه حبيبتي ايه بقى اللي مخلي مزاجها وحش؟ اما نتغدى بكره هعرف وافتن واقولك. انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس طبعا لازم بابا هيوافق. هو فين بابا اصلا؟ المهم انت بقى عملت ايه؟ عامل ايه يعني؟ اول ما عرفت طلعت واجهتها، ضربت وخدت منها كمان الموبايل، بعد كده نزلت اتخانقت مع مامتها. هي فين من كل ده؟ ها فين؟ ازاي عينيها مش على البنت؟ بنت عندها 13 سنه بتخش على مواقع زي الزفت زي دي. موضوع كبر وسبت البيت ومشيت. خلصت؟ يحيى قول لي المفروض اعمل ايه؟ امنع عنها الموبايل صح؟ منع الموبايل مش حل، ممكن تخش على اي حاجه من كمبيوتر من تليفونات صحابها، وبعدين كلها اسبوعين ثلاثه وتصعب عليك يا نبيل، ما انا عارفك هترجع لها الموبايل تاني. صح انت صح، هو الحل نسيبها بقى ما تكبر سنتين ثلاثه، وبعد كده تيجي تقول لي بابا انا صاحبته وراح اعيش مع صاحبي. هو ده اللي هيحصل، بس مش هتقول لك. يحيى ما تستفزنيش. انت عايزني اقول لك الحقيقه يا ابني ولا جاي لي عشان اقعد هجس عليك وطبطب وكده؟ طب خلاص، طب قول لي انت مع بنتك بتعمل ايه؟ حتى لو مش بيحصل كده بس بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ بص يا نبيل شكلك مستعجل، ها؟ والموضوع ده محتاج قعده. رد على صاحبتك يا عم. سيبك من صاحبتي، بس قول لي اعمل ايه؟ الموضوع عندك انت مش عند بنتك ولا في الموبايل بتاعها، الموضوع في موبايلك. رد يا يحيى. انا بكلمك يا يحيى. يا يحيى ما سيبنيش. قلت لبابا على مدرسه العربي؟ معلش اتأخرت عليكم. نبيل كان عايزك في ايه؟ كان مسألني في حاجة كده. بعدين بقى شفت ما رضناش ناكل من غيرك. واضح. انا بكره ان شاء الله هاجي المدرسة عشان اقابل ميس نبيل. ما تتعبش نفسك يا بابا، مش تعمل حاجة حبيبي. انا مش عندي عشان تعمل ولا ما تعملش، انا جاي عشان افهمها الحقيقة مش اكتر. بابا ممكن بكره ارجع مع ريم؟ هنتغدى بره وهترجعني على هنا على طول. ماما قالت لي اخد اذنك الاول.
عموما احنا ممكن كلنا نتغدى بره. مش هنقعد معاك احنا نقعد على ترابيزه ثانيه. تلاقيني. انا موافقه. وانا كمان موافقه. وانا موافق. وانا رجعت في كلامي. حاول تفرق بين طلباتك واحتياجاتك. الناس كلها دلوقتي بتدور عن بساطها ومش مهم اي حاجه تانية. هتجيب منين الفلوس اللي خليك تعيش كده؟ شوف بتصرفه كام في الساحل كل صيف في الليله الواحده. جنون، هوس، بذخ، استعراض. في ناس بتعمل قروض عشان تسافر ويا ريتها بتستفيد حاجه غير حرق الوقت. اللي فيكم سافر بره وشاف الشباب اللي عمرهم 16 و17 سنه كلهم بيشتغلوا في الصيف. ابنك هيتعلم امتى يعتمد على نفسه ويفهم قيمه القرش. وتزعله لما الحاجه تغلى نص جنيه. ازاي وليه؟ حاجه غريبه. تلك الايام. صراحه يا جماعه الراجل ده عنده حق. ايوه بس صوته عالي قوي. ده انا كده موطيه الصوت. بس بيعرف يتكلم. او على الاقل بنعرف منه الاخبار اللي حصلت. بقى لعيب تقيل قوي. هو طول عمره الصراحه بس كل يوم بيزيد عن التاني. ايوه بس الطريقه اللي المدرب بيلعبوا بيها ظلماه بصراحه. ما بقاش يجيب جوان زي الاول. على فكره بلاش تترافع قدامي بكره. هتخسر. مين بقى اللي بغير الموضوعات دلوقتي؟ تأكد؟ ابعت اي حد مكانك بكره. القضيه بالنسبه لي مضمونه، بلاش نقف قدام بعض. بعدين انا عندي دليل قاطع على ادانه عمرو. انت عارف الدليل مش محتاج كلام. حاولت تتخلص من القضيه باي شكل. على فكره انا بكلم صاحبي. ما هو لما يرجن كلوب بيوديه على جنب كده بيشغل معاه تلات اربع مدافعين يفتح سكه لفيرمينو وماني يجيبوا جوان. بلاش. انا هكسب القضيه. انتوا بتقولوا ايه؟ انت اللي بترغب في ايه؟ اهو بنحكي عن الملل اللي احنا عايشين فيه. ملل؟ حد يبقى عايش مع عادل ويتكلم عن الملل؟ قولها والنبي. اسكت يا عيسى والنبي. انا بقول الحقيقه. تعرفوا لو كانوا قالوا لي قبل الجواز ان حالي هيبقى بعد 23 سنه عامل كده كنت اكيد هفكر. ماله حالك يا حبيبي؟ ما انت عندك اكبر مكتب محاماه في مصر وناجح. مين اكبر مكاتب محاماه؟ مش اكبر. سوري يا دول. ما تقولي حاجة يا أروى، ساكتة ليه؟ والنبي تسيبه أروى في حالها. أروى حالها زي الفل. وأنا لو كنت سألت من 23 سنة كنت هقعد. ما أنا لاقي عيشة أحلى من عيشة القمر ده. شايف الرجالة بس أنا عندي رأي في موضوع الجواز ده. عارف لما نيجي ننزل أبلكيشن بيبقى فيه صفحة كده شروط وأحكام. محدش فينا بيقراها. كلنا بنعمل كونفيرم عشان عايزين ننزل الأبلكيشن وخلاص ونخلص. الصفحة دي لازم يبقى فيه زيها في الجواز. يعني مثلا وأنت داخل على الجواز لازم تعرف إن الإنسان اللي معاك دي هتديها قلبك وروحك ويجيبك طبعا. وبرضه في الولاد لازم يبقى في الشروط دي. قبل ما تخلف تبقى عارف ان انت داخل على مسؤوليات وهموم وحاجه كبيره جدا. حلو قوي الكلام ده. وده على اساس بقى انك تعرف اي حاجه عن ولادك؟ بقول لك شوفي لي كيس تلج احطه على دراعي. في المطبخ. وانت في ايه مالك؟ ممكن افهم ايه لازمه النمره اللي انت عملتها دي؟ نمره؟ نمره ايه؟ مرات واحد صاحبك وواحد عكسها. تقوم تعمل خناقه وتلم الناس علينا ويتفرجوا علينا اكتر، ليه؟ هو انت ايه ما بتفهميش؟ ما بفهمش. وانت بقى اللي بتفهم. اذا جوزها اصلا قال لك انك اوف. جوزها ده مش راجل اصلا. وانت اللي راجل. بقول لك ايه؟ بتكلم معايا اتكلم معايا بادب. تفهم ولا لا؟ أنا راجل غصب عنك. طب وما بتعملش كده ليه لما حد بيبص لنا؟ أنت غيرانة بقى. غيرانة؟ غيرانة من مين؟ أمال إيه اللي مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني إن أنا عارفة أنت بتعمل كده ليه؟ وقصدك إيه وعايز تثبت إيه ليها؟ قولي بتاعها يلا نعمل بلاش قرف.
لا 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 ده احنا جهزنا اهو يا سي يوسف. تعالى بقى يا حبيب جدو. يلا ايدك تانية. برافو عليك. يلا الشنطة. انا بقى عشان احنا متأخرين والباص زمانه جاي. اوكي. يوسف بابي وحشتني. وانت كمان يا حبيبي وحشتني قوي. عامل ايه؟ قلت لي امبارح انك هتنام جنبي. ايوه صح انا قلت لك كده. معلش كان عندي شغل ما عرفتش اجي انام جنبك. يلا يلا يوسف عشان تعمل حمام قبل ما تمشي. شويه بس يا جدو انا عايز اقعد مع بابي. يلا يا حبيبي باص المدرسه زمانه جاي. يلا خش على طول. طب احترم صحة ابنك. كفاية انك مش محترمني. انا كنت بشربها جنب الشباك علشان الريحة ما تخشش جوه. انهي ريحة بقى؟ الخمرة ولا السجاير؟ مفيش فايدة. دي الكلمة الوحيدة اللي انت بتقولها صح. فعلا مفيش فايدة. هو ليه يا بابا كل ما بتشوفني مش عايز كلام. هي مريم هتيجي تاخد يوسف انت. مش هتيجي. هيقعد هنا بكره وبعد. ليه بقى؟ هي الهانم وراها ايه؟ والله ما اعرفش وراها ايه. بعدين هو انت بتشوفه. انت مش مستحمل ابنك يومين. انا اصلا كنت جاي اقول لك ان انا عندي سفريه دبي يومين كده شغل وهرجع على طول. والله؟ المهم مش مهم. انا هقعد معاه. بكره لما تكبر هتتمنى يقعد معاك. كنت انت تمنيت ان انا اقعد معاك. خلص يا جد. وانا كمان يا سيدي حطيت لك السندوتشات في الشنطة. اتنين جبنة وواحد مربى. لازم تاكلهم كلهم. اول ما هترجع هفتش الشنطة. تمام يا فندم. تمام يا باشا. طيب سيبنا انا هنزل. تعال يا يوسف. أنا رنيت خلاص يا عم ناصر. بابي أنا نفسي سجي أتفرج عليه وأنا بتمرن. أنا بحط الجوان كتير قوي. حاضر يا يوسف. أنت كل مرة بتقولي حاضر. لا أنا المرة دي هجيب جد وأحط معاك جول كمان. أنت هتفضلوا زعيم من بعض أنت ومامي كده؟ لا لا يوسف عشان ما تأخرش. وبقى خلي بالك من نفسك. ها؟ حاضر. صباح الخير يا يوسف. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. هو راجع على هنا إن شاء الله. المدام بلغنا بكده. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. اطلع يا عم نصر. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل. اهلا يا كابتن مصر. بقول لك ايه السندوتشات دي كلها تخلص ما تهزرش. ماشي. ايه ده؟ تنسوش يا اولاد هنتغدى النهارده مع بعض. يلا بحبكم. بحبك. ايوه يلا سوسن بترن علينا. يلا. رايح المدرسة؟ اه. اختك فين؟ نايمة ومامي كمان نايمة. انا عارف ان مامي نايمة. انت بتوفر لي اسئلة؟ انت كويس؟
تمام. ايه؟ اه لما تيجي تلعب مزيكا بقى وطي الصوت شوية. حاضر. هو في حاجة عايز تقولها لي؟ لا. متأكد؟ اه متأكد. طب يلا عشان متأخرش على المدرسة. كسبت ماتشين امبارح. هو فاضل كام ماتش على الفاينل؟ لسه ماتش تاني. طب قول لي امتى عشان اجي احضر. يا عم انت كل فاينل بتقول لي هاجي وما بيجيش. المره دي هاجي. خايف لو جيت اخسر. ماشي يا عم. بقول لك مش مهم تيجي، المهم لو كسبت عايز اقعد جنب الشباك. لا حتى لو كسبت. صدق انت رخم فعلا. وانت رزل فعلا. يوه ابتدينا. بس بقى صباح الخير يا كريم، عامل ايه يا حبيبي؟ عندي بكره حاجه. ياسر ياسر. انا عرفت انت نزلت ليه من غير ما توريني وش. خبطت في شجرة. ده فعلا؟ وهكدب ليه يا ماما؟ انت كنت فين امبارح؟ رحت البسم؟ لا. ما كنت فين؟ هو في ايه؟ كنت مع عاشور. خلاص؟ انت بتكلمني كده ليه؟ ما عشان مش عالصبح اسئلة كده. ماشي خلاص. عايز حاجة؟ تيجي المدرسة النهاردة؟ إن شاء الله. يلا خد بالك من نفسك. صباح الخير يا ياس. صباح الخير يا مدام. صباح الفل. سلام. بصي الحاجة هتكلمك عشان احتمال كده تاخده وانت راجعين في الطريق. حاضر. تعالى يلا. يا زين مش جاية؟ مامتها هتوصلها. عامل لك مفاجأة حلوة قوي النهاردة بعد المدرسة. مش عايز شقاوة، تركز. ها؟ يلا باي. باي باي يا ماما. باي باي يا حبيبي. خليش الولد يقول لك تاني يا ماما. يا أمير بيه قلت له كذا مرة. معلش. قولوا له تاني وتالت ورابع، ولو قال لك يا مامي ما ترديش عليه. حاضر يا امير. اتفضلي. انا اسفه. ايه ما تخديش على موبايلك ليه؟ باسم فاكس اصلا نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بس عشان اقول لك ان اتخانقت مع الحيوان التاني ده بسببي. باسم من فضلك مش عايز اتكلم في الموضوع. كلمي بجد؟ اه من فضلك. انت مش تعملي عليا نمره على فكره.
ايه يا عم الجو ده؟ بتاع النهارده هو هيسوق التاني. محور يا ابني، محور على ابوك. ايش عرف؟ اكيد يعني. لسه ما كلمش حد فيكم النهارده؟ مختفي. بقول لك ايه؟ اتكلموا عادي وتفكوا من الحوار ده. مكبر دماغي يا ابني، ولا عيلة؟ أنا أسست المدرسة دي من 20 سنة.